بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. ويبقى تسلط الجن على بني آدم لا يتجاوز الوسوسة والنزغات، فمن آذاك من بني آدم فرد كيده بعد الاستعانة بالله بأن تحسن إليه، ادفع بالتي هي أحسن. وأما الجان والشياطين فلا يرد كيدهم بالتي هي أحسن، إنما يرد كيدهم بالاستعاذة بالله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا وقد ذكر الحالين في كلامه العظيم: فسبحان الله رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. قال جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. فذكر الحال والصنيع مع بني آدم، ثم ذكر بعدها الجن. قال: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فكما أن أغالب أحوال بني آدم إنما يرد بالحسنى إليه، فإن الشياطين إنما يرد كيدهم بالاستعاذة بالله جل وعلا منهم. وما تعوذ متعوذ بأعظم من المعوذتين الفلق والناس. قال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. وفي خبر عائشة أنه بعد نزول هاتين السورتين اكتفى صلى الله عليه وسلم بقراءتهما عن كل رقية. والعلم عند الله.